رجعنا لكم مرة تانية عشان نكمل دردشتنا مع دكتور هشام جمعة. الحقيقة موضوع في منتهى الأهمية، وفي يعني الآلاف من الأسر المصرية والعربية بتعاني معاناة شديدة جدا، وحاجات يعني لما حضراتكم تسمعوا التفاصيل والله لو شفناها فيلم سينما ساعات ممكن نقول عليه ده أوفر قوي اللي بيتقال، مع إنه مش أوفر ولا حاجة. الواقع مليان قصص مأساوية جدا اتبنت بالكامل على إن في ابن أو ابنة اتجهوا إلى طريق المخدرات. وإحنا في الفصل كنا بنتكلم مع حضرتك دكتور هشام وقلت لنا إن في هرم للتواجد المخدرات عموما في مصر. الصندوق هو الجهة الممثلة لفحص ورصد هذه الظاهرة، فطول الوقت بيعمل إحصائيات عشان يرصد حجم الظاهرة وطبيعتها في المجتمع المصري عشان يعرف يحط السبل المناسبة لمواجهتها، سواء على مستوى العلاج أو على مستوى الوقاية. فالتوزيعات لو هنتكلم على نسب انتشار المخدرات ويمكن بالترتيب كده حسب الإحصائيات الأخيرة، طبعا النسب دي بتتغير كل فترة، لكن خلينا في آخر نسبة طلعت إن إحنا عندنا أكثر المخدرات المنتشرة في المجتمع المصري هو الحشيش، بعد كده بيليه الهيروين، وبعد كده الترامادول، وبعد كده يمكن الأحدث تواجدا وانتشارا الاستروكس والفودو، ويمكن اللي ظهر للأسف مؤخرا وليه أضرار بالغة جدا. أو الاستروكس ده كانت نهواند بقى بتقول من شوية على الفيديوهات زي الزومبي بالظبط كده، صحيح. الاستروكس حاجة اسمها آيس كمان. في الآيس، الآيس اللي هو الشبو. اللي هو برضو اللي هو إيه؟ الشبو. ده لسه طالع جديد، ولكن لسه يعني ما هو جديد في عالمنا العربي، لكن في امريكا بصفه خاصه موجود من زمان. هو موجود ولكن بنسب قليله جدا، عشان كده لسه ما دخلش في النسب والاحصائيات ما بينه وبين بقيه المخدرات. ده من مشتقات الامفيتامينات، لكن الاستروكس من مشتقات الكيتامين. مشكله الاستروكس زي ما حضرتك قلت، انت بتشوف الفيديوهات طبعا حاجات غريبه، لان هو الاستروكس مع جرعاته العاليه بيؤدي لانفصال تام عن الواقع، فبيخلي الشخص يعمل تصرفات كتير هو بيبقى صاحي ولكن هو مش موجود، وتشنجات وبيترموا على الارض، هو جسد بلا روح يعني. بالظبط، هو بينفصل وبيعيش في عالم موازي داخل دماغه هو، بس هو بيبقى عايش في قصه جوه دماغه، لكن هو على ارض الواقع هو بينفصل عن الواقع. طب هي الحكايه بتوصل بالتدريج يعني، مثلا يعني انا مجرد اللي هقوله ده شكل متخيل، ان في واحد بيلجأ للمخدرات فاهم ان دي هتحطه في حاله مزاجيه ونفسيه ما، بعد فتره من التعاطي بيلاقي ان هي مش عامله المفعول، فبيعلى بالدرجه او بيعلى بالدوز، او في بعض الاحيان بيتجه الى نوع اخر اكثر قوه وتاثير، ولا الدنيا بتمشي ازاي؟ الحكايه بتمشي ازاي؟ خلينا نتفق على قاعده عامه كده في دنيه المخدرات، ان مفيش حد خطط ان هو يبقى مدمن. عمر ما في مدمن خطط او شاف النهايه اللي هو وصل لها بعد ما بقى مدمن. كل الناس بتبتدي الادمان بمجرد التعاطي، حب الاستطلاع، حب التجربه، بيخليه يجرب مره وبيخليه دايما عارف وفاكر ان هو قادر على التحكم في الجرعه او الكميه او الوقت اللي ما بقاش في انتظام في الكميات. فبيجرب الحاجه لما يتقال له ان الحاجه دي بتحقق هدف او فايده، ايا كان الهدف والفايده اللي احنا قلناها من شويه، ان هي ممكن تزود الجرعه والابداع والتركيز والكلام ده كله، الافكار المغلوطه اللي بتدور ما بين الشباب، بيبتدي يجرب مره او الثانيه، ولكن هو ما يعرفش وبيتفاجئ ان هو مع الوقت لازم الاوقات تقل والجرعات تزيد. مفهوم مهم جدا في الادمان هو التحمل، لازم المخدرات ما ينفعش تقف. لو خدت النهارده نص جرام بكره هتاخد جرام، لو خدت النهارده ده جرام ياخده يوميا. ما هو للاسف في الاول بتبقى مناسبات زي ما قلت لك اللي اوقات بتقل. بعد شويه لو الجرعه مش منتظمه وعلى شكل بس مناسبات، بعد شويه الجرعه هتزيد والاوقات هتقل، بحيث ان هو مع الوقت هيبقى منتظم ويتحول من متعاطي مجرد متعاطي لمدمن كامل. لا هيعرف يفكر في حاجه غير في المخدرات او في فلوس المخدرات، مش هيعرف يؤدي اي دور من ادواره الاجتماعيه، لو بيشتغل هيبطل يشتغل، لو بيودي ابنه للدكتور هيبطل يودي ابنه للدكتور. خلاص يعني حياه كارثيه بيعيشها الشخص واسرته، مش بس الشخص للاسف الشديد.